يا مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامج في النور. بكل تأكيد النهاردة عندنا متابعة لأخبار عديدة، وفي مقدمتها سعر الصرف في السوق الموازي اللي كل يوم عمالين بنشوف تغير ملحوظ جدا. النهاردة هنتابع بشكل مستفيض هذا الملف، بالإضافة طبعا ليعني مجمل كده التطورات في المشهد الاقتصادي، وكمان قصة أسعار السلع، هل هتتأثر باللي بيحصل في السوق ولا لا. لكن خلوني في البداية أقول لكم أن احنا في فبراير 2024، في هذا الشهر بيعدي 20 سنة على واحد من التطبيقات، أو خلينا نقول المواقع في البداية، اللي كان مع ظهوره هو علامة فارقة في تاريخ البشرية، أو عمل كده يعني تطور تكنولوجي ثوري في حياتنا. فيسبوك 20 سنة مرت على انطلاق هذه المنصة، وخلينا نقول ان هي انطلقت في البداية في 2004، في فبراير 2004. كانت الفكرة في الأول مجموعة شباب في جامعة هارفارد عايزين يعملوا طريقة علشان يتواصلوا بيها مع بعض داخل إطار الجامعة بس. ومن هنا مارك زوكربيرج، أشهر طبعا يعني المنفذين لهذه المنصة، أو يعني أصحاب هذه الفكرة في البداية، هو ومجموعة أصدقائه بدأوا ان هم يشتغلوا على فيسبوك. اتواصلوا مع بعض داخل الجامعة في 2004، قعدوا سنة في التانية لحد ما أصبحت هذه المنصة من كتر ما لقت رواج كبير جدا، ويعني حجم الاستخدام اللي حصل في هذه السنتين، قرروا ان هي تكون منصة للجميع. في 2006 أصبح فيسبوك متاح لكل العالم، ومن بعدها طبعا انتشر انتشار واسع جدا على مختلف يعني الأصعدة. خلينا نقول ان المنصه دي في الاول يعني ما كانش الموضوع بسهوله، يعني من ضمن الادعاءات اللي ظهرت في 2008 على سبيل المثال، ان اتقال ان الفكره مسروقه، وان مارك زوكربيرج كان بيطور في مشروع مع بعض من زمايله داخل الجامعه، وبعد كده اخذ الفكره دي ونفذها في فيسبوك، وحصلت وقتها قضيه كبيره جدا، ولكن قدر ان هو ينهي الموضوع، وانتهت يمكن في المحاكم، واتدفع مقابل مادي علشان يفضل فيسبوك قائم بهذه الفكرة. لكن خلينا نقول ان من اكتر الحاجات اللي بتميز هذه المنصة ان هي قادرة على التطور بشكل غير طبيعي. يعني في الاول كان اول ما طلع كده كان الموضوع بدائي جدا، بسيط جدا، حاله كحال اغلب يمكن المنصات اللي كانت موجودة وقتها، او كمان يعني طريقة التواصل هي كفكرة كانت موجودة، كان عندنا ياهو، كان عندنا هوت ميل، كان عندنا مختلف الطرق علشان يحصل الشاتينج أو المحادثات. لكن فيسبوك ظهر يمكن بشكل بدائي، وبعد كده بدأ يدخل فكرة الصورة، فكرة اللايك، فكرة الشير، ومن هنا بدأ الموضوع أن هو ينتشر أكتر، والصحاب يقولوا لبعضهم، لحد ما بقى أهم تقريبا تطبيق حاليا على مستوى العالم. وقدر ان هو كمان بعد كده يطلق منصة للمحادثة فقط اللي هي ماسنجر، وبعد كده يشتري كمان التطبيقات اللي كانت بتنافسه زي انستجرام او واتساب. فاحنا شايفين فكر بكل تأكيد مختلف، وهو احدث ثورة في حياتنا كلنا. عشان كده جايين النهاردة نسألكم بعد 20 سنة من فيسبوك، احكوا لنا كده وقولوا لنا امتى عملت أول أكاونت أو حساب ليك على فيسبوك، وتحكي لنا كمان التأثير اللي ظهر في حياتك بعد ما دخلت على هذه المنصة. بكل تأكيد يعني هذه المنصة كانت فارقة جدا في حياتنا، ومش بس على المستوى الشخصي والتواصل ما بين الأفراد، لكن خلينا نقول إن هي فرقت مثلا في موضوع التسويق. عشان كده ظهر عندنا دلوقتي حاجة اسمها ديجيتال ماركتينج، أو التسويق الإلكتروني اللي هو بيكون على كل المنصات. على الصعيد الإعلامي كمان خلينا نقول أحدثت فارق كبير قوي، بقى من حق كل شخص أن هو يدخل وينشر المعلومة ويقول رأيه ويصور حدث وينزل الفيديو. فعلى الصعيد الإعلامي كمان فيسبوك كان ليه تأثير كبير، وخاصة في الفترات اللي كانت فارقة في تاريخ بعض الدول، زي أحداث الثورات اللي حصلت، وقد إيه كان أيضا ليه تأثير في المشهد السياسي. فاكتبوا لنا في التعليقات إمتى عملت أول أكاونت أو حساب ليك، وكمان حجم التأثير اللي حصل بعد ما دخلت عالم الفيسبوك. خلينا نبدأ مع حضراتكم يعني أحداث وأخبار اليوم، ونروح لاجتماع هام أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومع وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.
في هذا الاجتماع كان في متابعة لمجمل الملف الصحي، لكن خلينا نشير لبعض كده الملفات اللي هي الحقيقة حاضرة بشكل كبير جدا في مثل هذه اللقاءات. أولا هو فكرة العلاج على نفقة الدولة، وقد إيه الدولة بتشتغل على هذا الملف بشكل مختلف وبشكل جاد خاصة في السنوات الأخيرة. الأرقام بتقول إن في 4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خرج خلال عام 2023 فقط، 4 مليون قرار علاج استفاد منهم حوالي 2.5 مليون مريض. إجمالي تقريبا التكلفة اللي اتصرفت على هذه الحالات 22 مليار جنيه. مش بس هذا الملف اللي بيتم العمل عليه فكرة يعني العلاج على نفقة الدولة، لكن كمان احنا كان عندنا إرث كبير جدا اسمه قوائم الانتظار، واسمه مرضى كتير قوي اسمهم محطوط في هذه القوائم مستنيين الدور علشان يتعالجوا. الدولة اتحركت بشكل جاد أيضا في هذا الملف، وقدرت أن هي تخترق وأن هي تغير في الأوضاع بشكل كبير، لدرجة أن تم إجراء ما يزيد عن 2 مليون عملية جراحية من أول ما تم البدء في مبادرة يعني قوائم الانتظار أو إنهاء قوائم الانتظار. فالرئيس كان بيتابع بشكل كبير هذه الملفات، وبيأكد طبعا على ضرورة الاستمرار في كبرى المشاريع اللي هي علاقة بالقطاع الصحي. لما نتكلم على معهد ناصر، لما نتكلم على حقيقة مشروع زي مقر المعامل المركزية، مستشفى أورام منوف، مشروع تطوير مستشفى أم المصريين، كل هذه المستشفيات بيتم العمل على تطويرها. خليني قبل ما أكمل الأخبار أفكركم مرة تانية بسؤال حلقتنا، وإمتى عملت أول مرة حساب ليك على فيسبوك وشايف حجم التأثير اللي بيحصل نتيجة وجود هذا التطبيق أو هذه المنصة. عندنا بيتر بسادة بيقول أنشأت حسابي من 10 سنين وبتكلم دايما في ماسنجر فيسبوك مع أصدقائي وعيلتي في مصر. هو بيتر من المصريين في الخارج. عزة أبو كلام بيقول منصة فيسبوك للأسف هي نعمة ونقمة في نفس الوقت، ياما دمرت بيوت بسبب طبعا الكلام اللي بيتقال على المنصات، وإن في ناس بتطلع تقول مشاكلها حتى الخاصة والأسرية على هذه المنصة. وبيتكلم طبعا في الآخر إن هو ليه يعني إيجابيات وسلبيات. بشوي ثابت بيقول مساء الخير، أنا أنشأت حسابي سنة 2010 وأثر في حياتي تأثير سلبي وإيجابي. سلبيا في تضييع الوقت، طبعا يعني ده من أكبر سلبيات السوشيال ميديا بصفة عامة، وبيقول إيجابيا في الحياة الروحية وأيضا المشاركة ما بين الأصدقاء والأقارب. اكتبوا لنا برضو رأيكم إمتى عملت أكاونت على فيسبوك، وكمان حجم التأثير اللي حصل من خلال دخولك إلى هذا العالم، وهل بتفتح أصلا فيسبوك علشان تتكلم مع الناس اللي تعرفها، ولا في استخدامات تانية بتستفاد منها؟ يعني زي ما قلت في ناس بقى شغلها يمكن مرتبط بفيسبوك، فكرة كمان نعرف إيه اللي بيحصل. يعني اكتبوا لنا أكتر عن ليه كل يوم بتفتح فيسبوك. نروح بقى لمجموعة من أخبارنا الاقتصادية. في خبر جيد ليه علاقة بالاحتياطي النقدي الأجنبي عندنا في مصر. البنك المركزي بيعلن إن احنا ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي علشان يوصل ل 35 مليار دولار، وده في نهاية شهر يناير اللي فات 2024. حصل زيادة حوالي 30 مليون دولار في الشهر اللي فات فقط، فعندنا زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، وبالتالي هذا شيء جيد، هذا شيء يعني إيجابي إن احنا يكون على الأقل الرقم مش ثابت ومش بيقل، لا ده كمان في زيادة، فده يعني شيء زي ما قلت لحضراتكم نوعا ما جيد. ولكن بمناسبة حديثنا عن الاحتياطي وعن الدولار، خلينا نروح بقى للسوق السوداء واللي بيحصل فيها على مدار هذه الأيام، واحنا شايفين قد إيه حصل اختلاف كبير في الأيام اللي فاتت. لما نتكلم على أن السعر بيقل 13 ولا 14 جنيه في عملية ساعات فقط، ففي حصل حاجة كبيرة جدا في السوق الموازي، ومازال الهبوط مستمر. يعني الأسعار النهاردة وصلت ل 52 جنيه، ده سعر الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازي. احنا لو نفتكر كده يعني من
أيام معدودة كان السعر بيتخطى 70 جنيه، وما كانش حد عارف هيقف فين ولا يعني إمتى هنشوف السعر ده يعني بيقل على الأقل ولو بضعة جنيهات. لكن في عملية أيام معدودة شفنا الموضوع بيختلف، وزي ما قلت النهاردة بيسجل 52 جنيه في السوق الموازي، فتقريبا في ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار 39%. في طبعا مطالب بقى بأن يكون في شيء من الاستقرار بقى في السوق نتيجة هذا الهبوط في سعر الدولار أو هذا الارتفاع في قيمة الجنيه. لكن خلينا نشير برضو أن في تغيير بيحصل في سعر الذهب، زي ما في تغيير في سعر الدولار كمان الذهب متأثر بهذه العملية. النهاردة عيار 21 بيسجل 3400 جنيه بعد ما كان وصل 3850، وقبلها كان برضو يعني قبل هذا الانخفاض كان وصل 4000. فاحنا شايفين الذهب بيوصل النهاردة عيار 21 ل 3400 جنيه. ده مجمل كده التطور اللي بيحصل في المشهد. لكن لما نقول هذه الأرقام هنسأل أسئلة كتيرة جدا حقيقة. هنسأل أولا، هو السعر ده هيكمل معانا ولا وارد نرجع نشوف صعود مرة تاني؟ السعر طبعا الصرف اللي احنا شايفينه في السوق الموازي، لأن شيء عظيم جدا ان احنا نشوف هذا الهبوط، وده بيدينا أمل بشكل كبير. لكن عندنا تخوف ان السعر ده ما يكونش بيكمل معانا، ان السعر ده يكون عملية برضو زي ما قلنا أيام ونرجع نلاقي مرة تاني السودة بتتوحش مرة تاني والسعر بيرجع بيتخطى هذه الأرقام ويرتفع مرة أخرى. وأيضا السؤال، هل هذا الانخفاض سيتبعه انخفاض مرة أخرى؟ يعني مش هنسأل بس على زاوية الارتفاع، لابد أيضا أن احنا نسأل السؤال بالشكل الآخر، هل هذه الأرقام هتستمر في يعني الانخفاض أو في التراجع زي ما احنا شايفين ولا لا؟ لأن الحقيقة بدأت الناس تفكر، طيب هل الإجراءات اللي بتحصل حاليا ده تمهيد لفكرة تحرير سعر الصرف أو التعويم، فبنحاول نحن نقلل من الفجوة ما بين السعر اللي موجود داخل البنك السعر الرسمي وما بين السعر في السوق الموازي؟ يعني الحقيقة أسئلة عديدة محتاجين نفهم على أساسها المشهد، وأكيد هنحاول نحلل مع حضراتكم بقدر كبير. لكن كمان يهمنا هو السعر الخاص بقى بالسلع، يعني هل الانخفاض اللي بيحصل ده انعكس على سعر السلع اللي أنا بشتريها ولا لا؟ ده اللي يهمني، سعر الأكل اللي أنا كل يوم بنزل ألاقي فيه ارتفاع ملحوظ. خلينا نقول ان في تراجع طفيف، يعني لا يوصف باكثر من ذلك، طفيف حصل في 25 سلعة بعد التغير اللي حصل في سعر الدولار او الانهيار اللي احنا شايفينه في سعر الدولار. يعني على سبيل المثال كيلو الدقيق النهاردة ب 27 جنيه و70 قرش، يعني انخفض بحوالي جنيه و30 قرش، جنيه و20 قرش، يعني زي ما قلت انخفاض طفيف ولكن انخفض. ولما نتكلم على الدقيق فاحنا بنتكلم على رغيف العيش، على الرغيف السياحي اللي ارتفع في الايام اللي فاتت 50 قرش ولا جنيه. فهل بعد التراجع في سعر الدقيق ده هيأثر على سعر رغيف العيش السياحي مره تاني بنأكد ولا لا؟ السكر بيسجل حوالي 39 جنيه، المكرونه 28 جنيه، العدس 68 جنيه، يعني تراجع بس حوالي 7 جنيه، يمكن من أكتر التراجعات اللي حصلت كان في سعر العدس. طبعا في تراجع أيضا طفيف في كرتونة البيض 4 جنيه علشان توصل ل 158. ما زال طبعا السعر مرتفع وكبير ولكن حصل انخفاض حوالي 4 جنيه. في طبعا انخفاض في سعر يعني بقى الطماطم بنتكلم في أقل من 50 قرش، برضو شيء لا يذكر. فاحنا وصفنا لحالة التراجع اللي حصلت هو تقريبا تراجع زي ما قلنا طفيف، لكن اللي احنا شايفينه في السوق الموازي هو هبوط، هو تراجع كبير. فليه ما نشوفش انعكاس يعني مباشر بقى بيحصل على السوق؟ ليه ما نشوفش السلع دي زي ما طلعت في يوم وليلة تنخفض في يوم وليلة؟ ما احنا بنرجع تاني ونأكد، الناس دي لما بتشتري مستلزمات الانتاج او لما بتشتري العلف او لما بتشتري التقاوي هي اشترتها في فتره كان السعر مش واصل فيها 70 او حتى متخطي 60 بهذا الشكل، ولكن هم كانوا بيحاسبونا في الاخر وهم بيبيعوا على الاسعار المرتفعه. طب ليه لما السعر انخفض ما نشوفش الانخفاض المطلوب
في سعر السلع. ده طبعا لازم يكون في يعني تحرك بشكل ما. لكن زي ما احنا شايفين في سلع انخفضت انخفاض طفيف، لكن عندنا بقى مثال محتاجين ان احنا نحتذي بيه، الحديد. النهاردة عندنا شركة حديد عز بتخفض سعر طن الحديد بحوالي 5360 جنيه. طبعا احنا عارفين الحديد الفترة اللي فاتت كان قفزات كبيرة ومتتالية في الفترة الأخيرة، وحديد التسليح يعني ده شيء أساسي في عملية البناء، فبالتالي نتج عنه ارتفاع في أسعار العقارات. فالنهاردة سعر الحديد بيسجل 49920، ده حديد عز، بعد ما كان وصل ل 55280 جنيه، فانخفاض أكتر من 5000 جنيه في سعر طن الحديد. هل ده بقى برضو نرجع نقول ما احنا يهمنا في الآخر هو شكل المنتج النهائي أو الشيء اللي هو المواطن بيصطدم بيه في الآخر، سعر العقارات أو الارتفاع اللي حصل أيضا في الفترة الأخيرة، هل بعد هذا التغير في سعر طن الحديد هيأثر بالإيجاب ولا لا؟ يعني زي ما قلنا كده دي متابعة لبعض من الأخبار الاقتصادية. خلينا نروح كمان لجولدمان ساكس، هذا البنك اللي بيتكلم على احنا محتاجين قد ايه من النقد الأجنبي خلال السنوات اللي جاية لحد 2027 علشان نكون يعني نوعا ما الأوضاع مستقرة او عارفين نتعامل في ظل هذا التغير في المشهد الاقتصادي. جولدمان ساكس بيقول احنا محتاجين 25 مليار دولار، هو ده الرقم اللي أعلنه طبعا بالتقسيم على السنوات اللي جاية. وضح في تقرير حديث ليه أن الفجوة التمويلية اللي بتواجه مصر على مدار السنوات الأربعة اللي جايين هيكون في منهم 4 مليار من الرقم الإجمالي اللي احنا قلنا عليه 25 مليار في 2024 فقط، وبعد كده الرقم بيتوالى لحد 2027. هل بتوافر هذا الرقم ستحل الأزمة الاقتصادية من وجهة هذا البنك بنك جولدمان ساكس، ولا برضو الرقم ده معناه إيه، ولماذا هذا التقرير؟ يعني محتاجين نربط بقى كل هذه التفاصيل مع بعض. خلينا نرحب معنا على التليفون بالأستاذ محمد أبو عاصي الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير منصة 50 اقتصاد. أهلا بيك معنا أستاذ محمد. أهلا بك يا سينا وكل متابعينك وكل المشاهدين. طبعا هنسأل بداية على سعر الدولار وتحديدا في السوق الموازي، وهذا التغير أو الهبوط الكبير اللي احنا شايفينه مازال مستمر لحد يومنا هذا، وبنسأل ايه اللي حصل علشان ينخفض بهذا الشكل الكبير. احنا بنتكلم في 13 أو 14 جنيه حجم الانخفاض، ايه اللي حصل تحديدا يا أستاذ أبو عاصي؟ هو خلال الساعات اللي فاتت وبالتحديد مع يوم الخميس مع اعلان البنك المركزي المصري رفع سعر الفايده 2% على الدعوه والاقتراض، وده عشان يقتص معدلات التضخم اللي موجوده في الاسواق، ولانه عنده كتله اصلاحيه لاصلاح سوق النقد خلال الفتره الاخيره، وبقينا كده بانخفاض او بتراجع في اسعار الدولار امام الجنيه في السوق الموازي من حدود ال 75 76 جنيه للدولار الواحد لحوالي دلوقتي احنا بنتكلم في 54 55 وبصور حسب التعاملات اللي هي برضه شبه بتتراجع او بتنحصر في اقل اداء ليها. الفتره اللي فاتت كانت الاسواق او خلال الثلاث ايام او الاربع ايام اللي فاتوا الاسواق فيها حاله من التوتر بتشهد على كافه الاصعده. صحيح. عايز اقول لحضرتك ان شبه في عقد كامل في عمليات التسعير واسواق التسعير زي ما بيقولوا. عدد كبير من الاسواق متوقف تواصل ما خص اسواق السيارات اللي بتتلاعب بشكل مباشر باسعار الدولار في السوق السوداء وممكن هي المساهمه فيه زي سوق الدولار زي سوق الذهب زي سوق الاجهزه الكهربائيه في عمليه عطف في الاسعار عموما في توقف في انشطه عدد كبير من الاسواق. عايز اقول لحضرتك برضه ان حصل تعاملات الاسواق سوق السيارات شبه موقف فيها دلوقتي وكمان كان في توقعات بان الازمه ممكن بمناسبة كلامنا على السيارات خليني اسال حضرتك على القرار اللي نزل النهارده من الحكومه او تم يعني تاكيد عليه، فكره ان احنا ندخل عربيات ركوب يعني نتوقف عن دخول السيارات لحد شهر 6 تقريبا. ايه تفاصيل الموضوع دي برضو لو متاحه عند حضرتك؟ تفاصيل الموضوع ان هو الحكومه بتعتمد على ان السيارات صناعه ترفيهيه وهي فعلا بالتحديد كده، حتى لو كانت بيتم استخدام بعض السيارات في عملياتها اللي هي التجاره او العمل او كده من وقت للتاني، لانها في النهايه هي سلعه ترفيهيه. السلعه الترفيهيه دي زي ما بيقولوا كده الدوله شافت ان في كسبه لعمله الدولار وسبب فيها او سبب رئيسي فيها سوق السيارات، فبدا يتكلم عن سوق السيارات خلال
الفترة القادمة هيقلل من ان هو يدخل من جديد لسيره، وبالتالي احنا نتوقع الفترة القادمة ان يحصل انخفاض في المعروض وبالتالي ارتفاع في اسعار الجديد، وده هيحمل على اسعار المستعمل عند التوقعات بارتفاع اسعار العربيات في الفترة القادمة، لكن في النهاية هو بيأمن مدخولاته خلال شهر رمضان الكريم مع اقتراب شهر رمضان، وبالتالي ارتفاع الاسعار اكثر فيما يخص السلع الاستراتيجية الاساسية. طيب خلينا نرجع مرة تاني لسعر الدولار بعد ما النهاردة بيسجل 52 جنيه طبعا في السوق الموازي، هل السعر ده أولا هيستقر ولا هنشوف مزيد من الانخفاض، ولا وارد نرجع ان احنا نرتد مرة تاني ويحصل بقى الارتفاع اللي الحقيقة محدش بيتمناه ان هو يرجع مرة تانية؟ من وجهة نظر حضرتك ايه المتوقع؟ انا هقول لحضرتك حاجة، هو مش وجهة نظري انا لكن هي وجهة نظر الاقتصاد بيسأل مجموعة أسئلة. ايه اللي اختلف من بعد يوم الخميس لحد النهارده؟ هل مصر قدرت انها تسدد اكبر قدر من ديونها؟ هو مصر سددت فعلا حوالي 14 مليار دولار حسب تصريحات احنا حصلنا عليها في كمبيوتر الاقتصاد خلال شهر يناير اللي فات، دي نقطه، فنجحت مصر انها تنجو من ازمه كان ممكن تحصل لها. يعني في حاليا تم ضخ حضرتك بتقول 14 مليار دولار؟ لا، تم دفع ديون او فوائد دين واقساط قروض تقارب ال 14 مليار دولار، 13 ونص، دي نقطه. تمام. النقطة الثانية حسب تعليمات برضه حصلنا عليها في خمسين اقتصاد ان في فترة من يوم الخميس او من يوم الثلاث بالتحديد اللي هو اللي فات تم ضخ حوالي ما يقرب من 6 مليارات دولار في السوق الرسمية، وعشان تخفيف الضغط على الدولار في الاسواق او استعمارات الدولار امام الجنيه. فده نقطة ثانية، وده اللي اكده رئيس الوزراء في التصريحات اللي انت كاتبها من حوالي ساعة، اكد كلامنا ان فعلا تم ضخ السيولة الدولارية. فدي نقطة تانية برضو أنا حبيت أقول لحضرتك عليها. فإحنا كبتوع اقتصاد بنقول لك إيه اللي اختلف في الأسواق؟ مفيش حاجة اختلفت في الأسواق سوى إن في تدخل من البنك المركزي للحكومة المصرية لضبط سوق الدولار أكثر وأكثر، واللي هي حد من التعاملات، وبالإضافة بقى إن في حد المفروض يذكر مشكور يعني مجهود فيذكر على هي وزارة التحلية اللي بتقوم بضربات معلنة وغير معلنة بأرقام كبيرة لناس أو أوقار التجار السوق السوداء. كمان في أصلا في الفترة الأخيرة تخوف من التعاملات السوق السوداء، لان الحكومه شبه مراقبه جدا على الاداء ده او النقطه دي بالتحديد، زي ما تقول ماسكه او قبضه بالحديد التعاملات في السوداء، وده شيء مطلوب خصوصا الحفاظ على مدخرات الناس. طب ده رايح لحد فين بينا؟ ده لسه حتى الان لم يظهر تاثيره على السلع الاستراتيجيه الاساسيه، لان في ارتفاع اسعار اللحوم، اسعار الخضار والخضروات والارز والقمح، في النهارده ازمه السكر بتبدا تظهر في الاسواق او هتبدا تظهر في الاسواق، خلاص بدات تظهر اثارها. ازمه سكر. عزم سكر، ده غير ده الازمات الثانيه اللي هي تخص السلع الاستراتيجيه او الاساسيه والحاجات دي كلها. ما هو السؤال يا استاذ محمد دلوقتي لما احنا شايفين ان بيحصل نوعا ما يعني تراجع في السعر في السوق الموازي، ليه بنشوف بقى الموضوع مش بينعكس على اسعار السلع؟ الاتفاق مع صندوق النادي الدولي، صندوق النادي الدولي بيشترط تعويض او تحذير او بمعنى اضح سعر لا، هو انا سؤالي على اسعار السلع قبل ما نروح لموضوع صندوق النقد، ليه ما بنشوفش الانعكاس سريعا على سعر السلع اللي بيشتريها المواطن في الاخر؟ ليه بعد هذا الهبوط ما زال السلع اسعارها واقفه عند الارتفاع؟ السبب الاولاني ان ما فيش رقابه قويه على الاسواق دي بالتحديد. السبب الثاني وهو بقى الاهم ان التجار بلغوا في تكلفه التحول، ولان في احساس ما بين التجار ان اسعار السلع هترتفع او ان الدولار هينخفض مره ثانيه بنفس القوه اللي انخفض بيها، لان بين يوم وليله او خلال ثلاث ايام ان انا انخفض عند سعر الدولار، فهو تحرك ناجح من البنك المركزي بالتحديد، لان دي لعبه البنك المركزي في مساعده الحكومه، يعني الصراع هي الحكومه هنا وليست البنك المركزي الراس هو البنك المركزي في القصه دي. لكن في النهايه انا عندي تعامل مع سوق او صندوق النقد الدولي، الصندوق ده من ضمن شروطه ان يكون في سعر صرف مرن. مرن هنا ان انا اتحرك في نطاق صعودا وانخفاضا. وعشان بس يبقى الكلام مطلوب، يعني مش تعاون بمعنى الكلام. يعني النهارده الدولار مثلا على سبيل المثال في البنك ب 31 جنيه، احنا بنتكلم بكره مثلا في 25 جنيه بعده ب 40 جنيه هكذا صعودا ونزولا، ده اللي بيتكلم فيه صندوق النقد الدولي. المرونه دي تكون داخل البنك نفسه عشان بس نكون بناكد ان يكون السعر الرسمي داخل البنك هو اللي مرن. في البنك نفسه، وبالتالي البنك لازم يبتلع السوق السوداء، فمش هينفع يبتلع السوق السوداء وسعر الدولار فيها 75 جنيه ابدا، يستحيل. يعني هل برايك ان احنا حاليا بنشهد مرحله تقليل الفجوه ما بين السعر الرسمي وما بين السوق الموازي علشان ندخل في مرحله السعر الرسمي المرن او التعويم، يعني ما يعرف بالتعويم المرن؟ هو حضرتك وصفتيها صح جدا. هي ده توقعات شخصيه، فتصفي وفتصفي، لكن اعتقد ان هو ده الاتجاه تهيئه الاسواق لتعامل سعر صرف المرن.
تمام. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد أبو عاصي الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير 50 اقتصاد. إذن يعني الموضوع مازال طبعا في عملية التوقعات، ولكن اللي احنا شايفينه لحد وقتنا هذا أن بيحصل هبوط، ووفقا لأستاذ محمد رئيس الوزراء أكد أن تم ضخ خلال الفترة اللي فاتت 6 مليار دولار، وده طبعا بيحدث فارق أكيد في السوق، علشان لما حد بيروح البنك ويقول عايز دولار لما يلاقي هيتوجه للبنك، مش هيروح يتوجه للسوق السوداء، فبالتالي هيقل الإقبال على المتلاعبين طبعا في هذا السوق. قبل ما نختم فقرتنا خلينا نروح سريعا لتعليقات حضراتكم على سؤالنا، وإمتى عملت أول مرة حساب ليك على فيسبوك، وكمان حجم التأثير اللي حصل في حياتك مع دخولك على هذه المنصة. عادل أفريكانا بيقول أنا أنشأت الحساب في 2012، وبيقول بقى إن هو يعني سارق وقته بشكل كبير، وطبعا في مشاكل كتيرة بسبب فيسبوك، إن ما بقاش في نوع من أنواع صلة الرحم أو إن يبقى في تواصل مباشر، والناس بقت تستسهل إن هي تتكلم على المنصات أو إن هي تعرف أخبار بعض من خلال المنصات. محروس سامي بيقول أنا شايف بصراحة الفيس وكل الخاصيات اللي على الميل هي نور ونار، بمعنى أن هي ليها إيجابياتها وسلبياتها. بيقول بنعرف أخبار الحبايب ونار علشان بنسيء استعمالها، فبالتالي يعني بنحترق بالاستخدام السلبي لهذه المنصات. مريم إسحاق بتقول 2016 عملت حساب الفيسبوك وهو عامل زي طريقين الخير والشر، وبعدين كل واحد بيختار الطريق المناسب ليه. ماركوس فلسطين بيقول أنشأت الحساب في 2014 وطبعا مفيد جدا، ولكن سلبياته أكتر من إيجابياته. فينا صبحي بتقول أنا أنشأت حسابي على فيسبوك سنة 2016، وبصراحة كل شيء في الدنيا هو سلاح ذو حدين، فهو نفعني كتير في الاطمئنان على أولادي المسافرين، ممكن أكلمهم كل يوم، وطبعا تكون شايفاهم صوت وصورة، فهو قرب المسافات بشكل كبير تحديدا مع كل الناس اللي بتكون عايشة برة، وبتحاول طبعا ان هي تقنن الاستعمال الكتير علشان تشوف يعني مصالحها والتزاماتها ما يكونش بيعطلها يعني. استر عبد الوهاب بتقول مساء الخير، الفيسبوك ليه مميزات وعيوب. مميزاته التواصل مع الافراد ومعرفه الحياه الروحيه وكل المعلومات الثقافيه، وعيوبه ان هو بيسرق الوقت. إذن في شبه حاله من الاتفاق عند الكل ان هو ليه ايجابياته وسلبياته، محدش يقدر ينكر ذلك، ولكن احنا اللي بنقرر ازاي نستخدم هذه المنصه بشكل صح وبشكل مفيد لينا. في الاول وفي الاخر انت اللي في ايدك انك تفتحه، وانت اللي في ايدك انك تقفله في الوقت اللي انت عاوزه. احنا عارفين اوقات كتير فكره السيطره على استخدام المنصات بيكون صعب، لكن خليني اقول لحضراتكم ان بعض المنصات بقت موفره فكره انك تعمل وقت معين تبقى داخل فيه على المنصه دي، وبعد ما ينتهي هذا الوقت تقفل لك الصفحه وتفتحه تاني يوم او بعد عدد ساعات معينه. يعني بقى في خاصيات كمان ايجابيه، لان هم تم توجيه لهم اتهامات ان هم مش بيهتموا ب يعني الحياة الصحية النفسية للناس، إن هم مش بيهتموا بفكرة الخصوصية، فبدأت هذه المنصات تشتغل على تفعيل خاصيات عشان لا يوجه إليها اتهامات. برضو اكتبوا لنا إمتى عملت حساب على الفيسبوك وتأثيره على حياتك. هنخرج فاصل سريع، وبعد الفاصل هنتكلم على الأوكازيون. النهاردة رسميا بداية الأوكازيون الشتوي، هنعرف بقى حجم التخفيضات. طب أنا دلوقتي في ظل الظروف الصعبة دي هقدر أستفاد منه ولا لأ؟ وكمان المحلات اللي بكل تأكيد اتأثرت بفكرة هل في شراء ما فيش شراء في الفترة الأخيرة، هنعرف القصة كلها بعد الفاصل. استنونا.